والله طلع الصعود للقمة صعب، معاش بدي. عنا هدف واضح اللي هو النبت اللي عنا من بذرتنا نشوف شو بيطلع منه مواد صناعية. نحنا أول ناس عم نشتغل فيها، فنحنا عم نطور هذا الشيء. يعني هلأ هاي فيها تقريباً فيها البذر، البذر هو اللي بيعطينا الأكل اللي بنعمل منه هيمب ميلك، هيمب فود وهالقصص. هذا الجزء اللي هو الذهب، اللي هو هودي الفايبرز اللي بيطلعوا منا بيصير ورق وبيصير قماش، من أقوى خيط بالعالم يعني. فما بينكب منا شيء النبتة. مرحبا، أنا اسمي حمزة شمص من بعلبك بوداي، شغلين هلأ على مشروع منتجات من القنب أو الحشيشة بالدارج اللي بتنزرع عنا هون. النتيجة بتبلش هلأ، بس نخلص بتصير العودين لحالهم وساعتها منشوف بالبروسيس تبع الورق والخيطان اللي هي تاني مرحلة بعدها، بعد ما تنشف الطقطق. هذا هيدي الستيك بتضل لحالها، هيدي نحن عم نطلع منها من برا الخيط ومن جوا مواد بناء. والبذر اللي بيكون بالنبتة بعد الدق اللي هو الأنبز بنستعمله للأكل، من حليب لزيت لمشتقاته كلها. وصلتنا عشان لحم الخيط. هودي مواد خام لتعمل منهم قماش، نحن رح نعمل منهم هلا ورق، رح نفرمهم صغار لحتى ما يعذبونا بالطحن، لانه الخيط الحشيشي كتير قوي. بعد ما قصينا حطيناهم كلهم بقلب مي مننقعهم مفرومين مع خلطة. يعني هاي اخر واحدة. من بعد ما خلطناهم كتير منيح منحطهم بقلب المي يلي المفروض ناخد منه خلص الورق. بس هاي التقنية أول مرة بنستخدمها لأنه كان في عنا مخدة وتصادرت من أمه لحمزة. هيدي رقيقة، يعني بدها بعد شغل، يعني بدها بعد مواد. حيو مش غلط. كل العد اللي حاولنا هن عد بدائية جدا، يعني كله تجارب بس لحتى نوصل للمادة الخام. وانت بس توصل للمادة الخام خلص انت صار عندك شيء تقدر تأسس عليه. هيكون عندنا نحن اول اركايف للهمب بالعربي بالشرق الاوسط او بالعالم يمكن، يعني نحن نحط بالاركايف بالعربي كيف بينعمل منا الشغلات، شو تاريخها، شو طلعنا منا منتجات، ويكون المحتوى عربي اونلاين. لانه تفوت تفتش اونلاين بس تحط انبز بيحطوا لك يا اكل عصفار يا مخدرات بالعربي، بتكتب بالانجليزي بيطلع لك شغلات كتير، يعني ليش لا انه تعمل بشيء بالعربي محتوى ويكون اوبن للكل. بنكسرهم لحتى يطلع الفايبر عندنا هذا، وبعدين لحتى نرجع نمشطه يطلع خيطان. شايف كيف عم يطلع الخيط؟ هودي البقايا، هودي بيروحوا على العمار. هذا المواد الخام تبع النبتة. انت كيف النفط مادة خام بتطلع منها تريليون شغلة، هذا المادة الخام بتطلع منها تريليون شغلة كمان. نستعارها منه تبع الأرجيلة ونمشط فيها بيطلع عندك الفايبرز. اللي كان عن النبتة هذا من بعض التمشيط، خيط عادي بينغزل على المغزل بس يصير كتير هيك وبيصير منه خيط. هذا أول خيط بالكنزة. نحن عم نلم قش وعم نلم بذر، عم يعني عم نجي من ورا، القش عم ينكب عم ينحرق، والأنبز بينباع أكل عصافير. وأصلا من هودي التنين بيطلع لك مثلا شي 5-6-7 صناعات. بس بشكل عام المشروع ككله هو عبارة عن دويرة أساسها مساحة ومكتبة. لما بيكون عندي الخط اللي هو البيس تبعه معرفة، نحن قادرين نطور المواد الخام والمصادر اللي عندنا الريسورسز. لا يتعطونا منتجات مستدامة وما بتأذي البيئة،
لما صار عندنا منتجات نحن خلص فتنا، صار عندنا سوق، صار عندنا بزنس، صار عندنا انكم، صار عندنا مصاري. هيدي ورقة إصلاح المنطقة كوس أم السياسة. ماشي حسنا نجمع كمية الكتب نقلناهم لهون، حسنا ناخد أول مساحة اللي هي الدكانة. عند الافتتاح تبع المكتبة كنا عم نعمل أول ورشة طباعة على الجدران. المكتبة جزء منها حسينا أنه لتكون أنت عم تنقل معرفة كاملة، لأنه هي ما خاصة بس بالكتب، خاصة بالشيء المحيط فيك. فعملنا ورشات تصنيع ورق، جربنا لحتى حسنا نعمل ورق، بعدين شاركنا هاي الورشات، كنا بجروبات. مرحبا. الورشات كانت مع أهل الضيعة اللي هن كانت أعمارهم بين 12 سنة ل 20، أوقات أصغر. بنحب نقول للعالم بس إنه طلع فايلة بالعصفور، معرفة، بذرة، 10 برودكتس، 10 مصادر داخل، كتير ناس بتشتغل فيها ومنا صعبة وموجودة. كبولي بالبيت تبع الكال. إذا عم نحكي عن طنميط، إن أنا ردة فعلي على كل مشاريع هي ردة فعل على الطنميط. يعني لما بتحتكر معرفة أنت بتحتكر الطنميط تبعها، بتنمطها، بتضربها. فلما العالم تعرف أكثر فيها وبتكسر احتكار المعرفة، بتصير المعرفة بين كل الناس، بتخسر الشركات الكبيرة حربة بالطنميط. فالشيطاني تبعها إذا أنت بتطلع بهاي النبتة، بتطلع 25,000 نوع منتج، قضت على كل صناعات البترول، خلصت.